مشكلة تغذوية بيعاني منها كثير من الأشخاص، وممكن تكون سبب رئيسي في تحديد أشكال أجسامهم طبعاً، وأيضاً وجود أمراض معينة أو عدم، وهي رفض أصناف عديدة من الطعام وعدم قبوله. ما بعرف يمكن أحياناً بيرجحوا الموضوع لنوع من التربية الأهل، إنه هن ما يمكن كانوا مصرين على أطفالهم بتناول هي الأغذية، أو ممكن بيرجع الموضوع لشيء جيني بالجسم وعدم تقبل. هلا ما بعرف، انا بحس الموضوع للسبب الاول يلي ذكرته تربية. طريقه التربيه، لانه في اشخاص بعيدا عن محبتهم لاكله معينه، وانما بتشوفهم بيكبروا عندهم مشكله بانه يتقبلوا اغلب الاكلات، لهيك بتلاقيهم انه ممكن يكونوا ما عم ياكلوا مثلا الباميه او هي الاكلات يلي بتكون لها حساسيه بين الاشخاص. اليوم رح نحكي ليش بعض الاشخاص ما بتتقبل نوعيه معينه من الاكل، واكيد رح نتوسع بهذا الحديث، هل هذا الشيء له اسباب جينيه. كل هالتفاصيل رح نحكيها مع دانا الطواشي، اختصاصيه التغذيه، ونورتنا وصارت معنا لليوم ضمن استديو دامسكو. يا اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم، يسعد اوقاتك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نفوت مباشره بالموضوع. أوكي. شو العامل الاساسي بقبول نوع من الاغذيه ورفض نوع اخر؟ هو شيء جيني ولا هلا؟ اول شيء بدنا نقول انه هو اكيد طبعا السبب هو بيكون العامل النفسي هو الاقوى، ولكن في اسباب بتتعلق بالعوامل الوراثيه او العوامل الجينيه، او خلينا نقول طبيعه الجسم ممكن انه ما يتقبل اكله معينه. بس هذا الشيء طبعا بيكون يعني نسبه كثير قليله، يعني خلينا نقول انه هي نسبه ما بتتجاوز 10%. انا من العشرة لا صنفت حالي. اما يعني النسبه الاعلى هي بتكون هو بسبب العامل النفسي، يعني ممكن يكون شكل الاكله مثلا، تماما ممكن يكون شكل الاكله، ممكن يكون طعمه معينه، ممكن حتى مثل ما بنشوف بفترات المراهقه خلينا نقول نتيجه تغير بهرمونات الجسم، فهو ممكن الشخص يكون بحب اكله بفترة معينة يرفضها، بيرجع بعد فترة ممكن يرجع يتقبلها ويحبها أكثر. مزبوط. طيب اليوم خلينا نقول إذا في أشخاص مثلا بنلاقيهم عندهم رفض لأغلب الأكلات، هذا النوع هو كمان شيء مرتبط بحالة صحية أو لا هو دلال؟ هلا نحن بنسميه احيانا ممكن يكون هو تحت تحت تسميه نهم، او المشكله المرضيه هي بتكون انه عدم تقبله للاكل، انه ممكن تكون سبب نفسي اللي هو فرضا خايفه مثلا انه يزيد وزنه، خايفه من الاكل ليزيد وزنه، هي الحالات اللي احنا كثير بنشوفها، او خلينا نقول انه حتى هذا المرض هو بيصيب معظم عارضين الازياء، انه هي لازم تضل محافظه على وزن معين، فبالبداية بتبلش بتحرم حالة، يعني هي طبعا ما بتكون شايفة شو الأبعاد تبع القصة، يعني هي مثلا بتكون شايفة طبعا أنا حبلش خفف وزني، حبلش مثلا ألغي خبز، ألغي رز، نلغي النشويات بشكل عام، بهيك بتبلش القصة. بعدين بتصير بتصير القصة مثل نوع من الإدمان، أنا بدي نزل وزني أكثر، فبتصير حتى بتفتقر لموضوع عم تحذف الخضرة لحالها، عم تحذف الفواكه لحالها، عم تحذف حتى البروتينات، فهذا الشيء هو ممكن نحن يعني منفوته ولكن بالتدريج. يعني هي ذكرتينا بالحادثة اللي صارت من أسبوع مع أحد الروسيات طبعا، وهي بتشتغل بهذا المجال، وأنه ظلت عايشة طول الفترة على الخضار دون تناول باقي الأغذية، ووصلت إلى نحافة شديدة مرضية يعني تؤدى لوفاتها. فنحن كثير بنشوف أسباب للنحافة هي بتكون تحت كلمة إنه أنا كنت سمينا حفت، خايفة ارجع يزيد وزني، فبيصير عندهم حالة عدم تقبل لمعظم الأكلات. هلا طبعا هي اللي احنا عم نحكي كحالات مرضية، هذا أول جانب. طبعا في عنا الحالات الثانية اللي هي بيكون عامل نفسي فقط، يعني كمثلا موضوع أطفال مثلا، ممكن لونها ما حبه مثلا، ممكن طعمتها ما حبه، ممكن حتى أحيانا الضغط الزائد من الأهل على يعني أو الإصرار على نوع معين من الأكل، هو ممكن يعني يعمل ردة فعل عكسية مع الطفل، إنه إيه أنا ما بقى بدي أكل هي الأكل خلص. لهيك إحنا بنشوفين كان ببدايات الطفل لما بصير فينا ندخل له أكل، الأهل دائما بجربوا يخلوه يدوق الحلو المالح، صح طعمات واضحه تماما، كل طعمات الغذاء كرمال يمكن حرمانه من طعمه معينه هو رح يؤدي لرفضه مستقبلا، طبعاً شيء غريب طبعا. او حتى هي احد المشاكل اللي انا بلاقي معظم الامهات عم يعانوا فيها، ابني ما بيشرب حليب وهو لازم يشرب حليب بنظر الاهل، انه انا اذا ما اشرب حليب هو ما رح يكبر، ما رح يطول، ومعظم كثير في اطفال اليوم او خلينا نقول
حتى يعني اولاد، مو بس الاطفال الصغار، يعني في يعني اعمار معينه هي بتكون ما لها متقبله الحليب، ممكن يكون عنده حساسيه لاكتوز، ممكن يكون مثلا يزعج لهم امعائهم، فبس تلاقي الاهل انهم عم يصروا اكثر على هذا الموضوع من مبدا الكلس. فهون حتى نحن بنوجه الحكي للاهل انه اليوم ابنك ما بيحب يشرب الحليب، ما تغصبيه عليه، خلينا نجرب اشياء ثانيه نحن ممكن تحقق لنا نفس مصادر او كميات الكلس اللي الطفل بحاجتها بس من مصادر ثانيه. يعني اليوم خلينا نحكي بهي النقطه اللي كثير مهمه، مثلا اليوم نحن بدل الحليب فينا نستبدل باللبن، فينا ناخذ السمسم، السمسم هو عالي بالكالسيوم، فينا مثلا نضيف الكمون، الكمون على فكره هو كثير عالي بالكالسيوم، فنحن في عندنا مصادر ثانيه ممكن يحصلها، يعني مثلا سواء لبنه او جبنه او الجبنه الكريم، هدول كلهم هو ممكن ياخذ منهم مصادر كالسيوم من دون ما نجبره على موضوع الحليب. طيب اليوم شو بحس انه اكثر الاكلات يلي بتنرفض خلينا نقول على صعيد الاطفال نوعا ما هي الورقيات؟ صح. ما بيتقبلوا الورقيات وبنفس الوقت بصير في ضغط انه فيهم حديد وفيهم هالقصص هي، اليوم ليش شو السبب يلي بيخليهم يرفضوا هذا النوع من الاكل؟ ومعهم حق يعني الجماعه. اليوم الطفل دائما هو بيميل للطعمات الحلوه، يعني حتى بيميل للاشياء يلي هو ممكن انه تجذب عينه كلون، تمام؟ لا يعني حتى هي القصص مثلا خلينا هيك كمان نقول مثلا كثير في اهل مثلا بيقولوا انا ابني ما بياكل فواكه، هلا هون ما في شيء لحتى ما ياكل فواكه، فخلينا نحن نحتال على الموضوع، يعني مثلا اليوم بطريقة تماما ممكن نضيف له مثلا عصير، ممكن نضيف له مثلا شوية شوكولا، ممكن نعملها بطريقة سلطة الفواكه، بطريقة موديل الصحن، موديل المعلقة، هي على الأعمار الصغيرة عم نحكي. أما بالنسبة مثلا مثل أعمار تبع التينيجر خلينا نقول، هون بفضل إنه عدم الضغط نهائيا على يعني هذا العمر، لأنه هو بيكون بسبب الفيزيولوجيا الجسم، خربطة الهرمونات، بيكون جسمه عم يتقبل نوع ويرفض نوع بحسب احتياجاته الشخصية، تمام؟ فهون يفضل بهذا العمر انه احنا ما نضغط عليه. طبعا كثير بنلاحظ بهذا العمر انه هنن بيصيروا بيرفضوا موضوع الطبخ، موضوع الخضرة، هي بترجع للحالة النفسية، انه يعني بلشوا خلينا نقول انه يطلعوا من اطار المنزل ويشوفوا انه الشغلات اللي هن بدهم اياها من برا. يعني بحس اغلب الناس بمرحله المراهقه بتكون ما بتحب الملوخيه، بس تكبر بتصير تتقبلها. يعني هي الاكله المفصليه بحياه الجميع. كثير البوستات على الفيسبوك ناس دائما بتنزل شوربه العدس والملوخيه، فهو خلص بفكر انه شيء اذا ما اكلت ملوخيه فانت غريبه عن المجتمع. هذا الموضوع الحاله النفسيه فينا نطبقه كمان على العائلات، في عائلات بتشوفيهم ما بيتناولوا اللحمه ابدا، يعني مثلا مثل لحمه الخروف رافضين رفض كلي طبعا، وهو لحمه الخروف هو مثال يا جماعه، يعني ما حدا عم يدوها هلا حاليا بس انه مثال فما حدا يعتب علينا هلا. هو ايضا شيء نفسي ولا لا وراثي ممكن؟ هلا كمان موضوع، لا يعني هو كمان اليوم امر نفسي، فهو في فكره هي كثير مهمه انه اليوم مثلا الام في اكله معينه هي ما بتحبها، ما لازم هي تظهر عدم محبتها لهي الاكله للولاده او للعيله، لانه بشكل لا ارادي بيصير الولد هو انه اول شيء بيلتفت انتباهه هو يا الام والاب، انه ماما وبابا ما بياكلوا مثلا فواكه، فهو خلص صار معه احيانا ما بتطبخها بالبيت، حتى اذا طبختها مثلا هي بتسمع كل البيت وانا طبخت لكم صح صح صح. فهي الفكره كثير مهمه انه اليوم انه نحن ما نقول قدام اي طفل او ابن او اولاد بشكل عام انه انا هي الاكله ما بحبها، لا اتركي يمكن هو يذوقها لحاله، يمكن هو يحبها، ما بيصير انه نحن ناثر عليه، يعني ناثر على اولادنا بشكل خلينا نقول سلبي. هي شغله يعني لازم دائما نحتفظ بالاكلات اللي احنا ما بنحبهم، نخليهم يعني شيء بيننا وبين نفسنا. طبعا كل شخص مثل ما قلنا هلا انه يعني هلا مثلا انه ممكن يرفض انواع معينه من الاكل، موضوع مثلا لحمه الخروف هيك خلينا نحكي فيها، معظم الاشخاص اللي بيرفضوها هي بيكونوا او يعني هيك خلينا نحكي انه ممكن شوي من موضوع تعاطف مع الحيوانات، اذا كان شخص نباتي فمعظم الاشخاص النباتيين كحوار معهم هو بيكون انه ما بيتقبلوا فكره انه هذا الحيوان هو انه انذبح وهن اكلوا، فهو امر نفسي
هو امر نفسي، يعني ما في عندنا شيء بيجي ناطي الجسم انه هو ما يتقبل النوم البروتينات كجاج او كلحمه، لا بس هو بده يكون امر نفسي بصراحه. مثلا موضوع لحمه الخروف بالذات، لو في عالم مثلا ما بتاكل لحمه خروف، مثلا بتاكل جاج، بتاكل بيض، بتاكل لحمه عاديه، فهون مثلا بيكون بسبب موضوع الزنخه، يعني انه دسمه زنخه ثقيله، مثلا نسمع كلمه معدتي ما بتهضمها، ولكن هون نرجع نقول انه هو مو سبب جيني، سبب نفسي. تمام. طيب هون شو السبب كمان اللي بيخلي الاشخاص بهذا العمر او حتى بعمر اكبر في رفض، خلينا نقول واضح، لبعض انواع الطبخ الاكل المنزلي، ولكن الاكل السوق هو مقبول من قبل خلينا نقول نسبة 90% يمكن من العالم؟ ما بتلاقي شخص بيقول لك انا ما بحب الشاورما او ما بحب البيتزا، ليش هذا الشيء؟ هل بسبب الهرمونات او الموجودة باكل السوق ممكن بتحفز هرمون سعادة او يعني بنسمع كثير هيك اليوم هالشيء؟ بدنا نقول انه طبيعة الانسان هو بيميل لاي شيء فيه كربوهيدرات عالية، تمام؟ يعني اي نسبة كاربس هي بالنهاية يعني هو ممكن يفضلها اكثر. اليوم نحن السندويشات مثلا تبع السوق او الفاست فود بشكل عام، هو نحن ممكن نلاحظ الاضافات اللي عليه يعني هي تماما، مثلا مثل موضوع الكاتشب، مثل موضوع المايونيز، مثل موضوع مثلا اضافه الدرق، اضافه الزيت اللي 27 سنه مثلا بعض المحلات تماما. فهدول الاكلات يعني الطعمه تبع انه موضوع الكاتشب المايونيز فهي بتخلي الشخص يفضلها هي الطعمه اكثر من ما يفضل طعمه الطبخ. اليوم مثلا وجود فكره السندويش، يعني معظم الاشخاص بيفضلوها اكثر من انه انا احط مثلا صحن ومعلقه ورز وهيك، ممكن يتقبل هو كموديل انه السندويش هيك اكثر. كمان في فكره بدنا نحكيها انه اليوم نحن موضوع الوقت، يعني اليوم مثلا كشباب عامله مثلا يمكن ما يكون عايش مع اهله، تمام، خصوصا هلا بحالات السفر اللي احنا موجوده، يعني مثلا فمعظم الشباب صارت عم تلجا للفاست فود لانه هو شيء سريع، شيء انا باخذه على السريع وبمشي، فلهيك العالم ممكن تتقبله اكثر من موضوع الطبخ. كيف اليوم بدي اعالج هيك مشكله؟ اليوم اذا عندي طفل او انسان عاجز انه ياكل بعض اصناف الطعام، هل الموضوع خاصه هون عندي مشكله انا انه ما بيجربوا، يعني انا احيانا بتعدي معه ساعه ساعتين انه بس جربها، اذا ما عجبتك يا اخي لا تاكل. هلا انا عم بحكي وعم زم حالي بنفس الوقت لانه انا لا باكل اكلات لا فيها بصل ولا توم ولا مقلوبه، فهدول هنن ثلاث ارباع الاكلات الموجوده. بس في اكلات ندمت انه انا مثلا ما جربتها عن جد مسبقا وطلعت هي شيء نفسي لما دنا هاي الاكلات فهي طلعت رائعه جدا. هلا نحن كثير بنحكي بهي القصه كمان خصوصي مع الامهات للاطفال، لانه هي التاثير بده يكون من الصغر، يعني خلينا من الاعمار الصغيره. في فكره كثير مهمه، مثلا انا ابني ما بياكل فرضا سلطه، شو السبب؟ السبب بيكون كثير بسيط، انه الولد ما بيحب البندوره الموجوده فيها. تمام. طيب خلينا نشلها البندوره اول شيء نخليه يتقبلها، يعني يتقبل وجود فكره سلطه مع الاكل، تمام؟ انا خليني اشله هذا العنصر اللي هو مو حابه، هي كفكره معالجه مثلا لموضوع السلطات مثلا. موضوع الفواكه مثلا بجوز تكون الام مدوقته مثلا اكله واحده فرضا موزه مثلا مو حاببها، طيب خلينا نجرب نبعد هذا الصنف، ننزل صنف ثاني، خلينا نجرب نعملها شويه اضافات كعصير كشوكولا بحيث انه الطفل يتقبلها اكثر، ممكن يصير هو يحبها. فحتى مثلا حنحكي بهذا موضوع الثوم والبصل، هذا كثير انا بيتكرر عندي، حتى على فكره يعني الشباب اللي بعمرك كثير بسمعهم انه انا ما باكل ثوم ما باكل بصل، بستخدمهم بودره. تمام. طيب انا هون حتى انه انا ضد انه ننحرم من كل شيء اكلات فيها ثوم وبصل ونفتقر لكل هال يعني العناصر الغذائيه اللي موجوده رح تكون بالاكل بس من شان موضوع ثوم وبصل. طيب خلينا نجرب مثلا نعمل فرضا ملوخيه من دون لا ثوم ولا بصل، مثلا نعمل اي اكله بس من دون يعني من دون وجود هدول العنصرين اللي انت مانك حاببهم، مشان انت ما تحرم جسمك من اصناف او عناصر غذائيه كثير كبيره. ونستخدمهم كبودره ممكن لانه موجودين بالاسواق، بس ما بعرف اذا نفس الفاعليه الغذائيه. هلا في فكره انا هي اللي دائما بنحكيها انه ما يعني اذا شخص هي الشغله ما بيحبها، مثل هلا مثال الحليب، اذا شخص هي الاكله ما بيحبها ما تزعجوا، اتركوه براحته لانه هو ممكن ياخذ نفس الفائده الغذائيه من شيء ثاني. يعني لو مثلا مثل الاشخاص النباتيين هن ما بياكلوا لحمه، طيب ما عندهم قدره انه ياكلوا لحمه، طب
هل هن حيكونوا فقيرين جدا بالحديد؟ لا بقوليات. تماما. يوم نحن في عنا موضوع العدس، موضوع مثلا الجرجير، موضوع مثلا الملوخية، الفاصوليا، دول كلهم غنيين بالحديد. فهو ممكن يحصل نسب الحديد يلي بده اياها من دون ما ياكل هاي الاكله. طبعا احنا بنحاول، احنا بنحاول بنغير بنعمل اضافات، بنضيف مثلا ممكن بهارات توابل لحتى يحبها. بس اذا هذا الشخص او الطفل رفضها بشكل يعني خلص يعني ما عاد في حل، فهون وقتها نحن انه بنروح للعناصر الثانيه يعني. تمام. طيب اليوم اذا بدنا نحكي، ذكرنا بالبدايه انه نحن نتقبل اكله ونرفضها، هو مرتبط خلينا نقول بنسبه كبيره بالعامل النفسي. صح. هذا الشيء العامل النفسي ما فينا نروح فيه، خلينا يعني نقول انه كثير كثير للعمق مع الامراه الحامل او السيده الحامل. قد تكون نفسها ما عم تتقبل اكله معينه ولكن هي بحاجه لها جدا مشان نمو الجنين تبعها ومضطره انه تاكلها. كيف ممكن يكون في بعض الحيل لحتى تتقبل اكله معينه هي مضطره؟ موضوع الحامل هو اكثر موضوع حساس نحن بنحكي فيه. يعني انا حتى لما بجتمع مع حامل انا ما فيني اني انا احط برنامج غذائي لحتى اشوف هي نفسيتها شو بتغير بين الشهر وشهر. يعني هي مثلا اول 3 شهور ممكن احنا نشوف فقره انه هي ما لها متقبله اي نوع من الاكل، ممكن تكون يعني تمام، او حتى ممكن مثلا تكتفي تقول مثلا بس بالسوائل. كثير بنشوفها هي الفكره. لهيك معظم الاطباء بيعطوا بفترات الاولى بنعطي كل شيء مكملات غذائيه دوائيه للاسف، لانه مشان ما ينقص اي شيء. لانه كثير بنشوف باول فتره من الحمل لا فيها تشرب حليب، لا بتحسن تاكل بيض. طبعا هذا الحكي نصف النساء ونصف الاخر غير. تمام. شيء نسبي يعني. فاليوم مثلا احنا للاسف مع الحامل بالذات بدنا نشوف هي شو متقبله ونحاول نلعب بكميات الاكل على حسب كل امراه شو ممكن. طبعا اليوم مثلا في عنا نساء بتكون كل فتره حمله صعبه، كل فتره حمله هي ما لها متقبله شيء، لهيك هون نحاول نروح للمكملات الدوائيه، موضوع السيروم الغذائي لحتى ما ينقص شيء. طبعا في عنا نساء لا بتكون تبع بس باول فتره الوضع صعب، بنحاول بالفترات الثانيه نزيد ونعطي كل شيء مكملات، يعني كل شيء اغذيه بطريقه صحية وكميات صحيحة كمان بطريقة انه ما يزيد وزنها كثير. والاحيانا الاحتمال بتاعتنا لا ما يعني ما بيصير عليها اي شيء. طبعا انه من اول شهر لاخر شهر هي حسنانة تلتزم بنظام غذائي. يعني انا كثير مثلا بشوفهم طبعا انه انا ما عندي مشكلة انت حطي لي البرنامج الغذائي كله عم باكله. فهون طبعا هي بتكون اسهل حالة، يعني عطنا اسهل حالة واصعب حالة. يعني طبعا احنا بدنا نشكر جزيل الشكر اختصاصية بمجال التغذية طبعا دانا طواش على كل المعلومات القيمة، وان شاء الله هيك الناس تصير تتقبل يعني، لانه الظروف الحالية اليوم يمكن ما بتخلينا نتدلل كثير على نوعية الغذاء. واحد الشيء من الموجود يعني حاول قدر طبعا الأمكان. طبعا اكيد. شكرا كثير لكم. شكرا لك. شكرا لك ولوجودك اكيد.